الفكرة ان احنا الحقيقة من سنة ونص حصلنا على حقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم، بان احنا عملنا مسار جديد داخل ريادة الاعمال تحت اسم سينما تك، سينما تكنولوجي. عملنا فيه دمج ومزج ما بين عالم ريادة الاعمال وعالم صناعة السينما من خلال ادخال وادراج وتعميق التكنولوجيا في مجال السينما. بعدين قررنا ان احنا نكبر المجال من سينما فقط لسينما ومسرح وموسيقى وفنون ادائيه بصفه عامه، فتعاوننا مع شركائنا في ان احنا اطلقنا حضانه الاعمال على مدار 7 أشهر دلوقتي، والنهارده بنحتفل بحفل ختام حضانه الاعمال للفنون الادائيه. احنا دلوقتي طبعا مع التحديث اللي حصل في التكنولوجيا والكلام ده كله، فبقى في شباب كتير دارس وعنده مواهب وعايز بقى يشتغل بطريقة مختلفة، فالشركات الناشئة بتديله الفرصة دي. فإحنا بندعم عن طريق مشروع تنمية وتطوير هنا في مصر الشباب اللي طالع انه يعمل شركات ناشئة جديدة. مشروع تنمية وتطوير هو لتنمية ريادة الأعمال في مصر، وهو مشروع ممول من برنامج شراكة دنماركية عربية وبينفذه معانا بنك التنمية الأفريقي. مشروع تنمية وتطوير احنا كنا بندور ان احنا نعمل دعم لريادة الأعمال في مصر، وخصوصا في المناطق زي ما بيقولوا النائية اللي ما بيوصلهاش قوي خدمات لدعم ريادة الأعمال زي الصعيد وزي الوادي الجديد. عملنا أول حاضنة للوادي الجديد، وإحنا كنا مركزين على 3 مجالات رئيسية: أعمال زراعية وبيئة نظيفة وخضراء، وكمان ركزنا على الفنون الأدائية والحرف التقليدية اللي هي الحرف اليدوية. احنا فريق بنقدم الفنون بشكل مبسط للناس، ازاي الفن يعبر عن الناس ويبقى يعني جزء منهم وهم جزء منه، ازاي يفيدهم وازاي يمارسوا الفنون بشكل مبسط، يعني مش شرط تكون محترف قوي في الفنون، فأي حد ممكن يقدر يمارس الفنون بشكل بسيط زي تمثيل وزي الحكي وزي حاجات اسمها كوميديا ديلارتي ومسرح بوفون ومسرح الشيء، رأس المعاصر. بنحاول ان احنا نقدم ده للناس بشكل سهل وبسيط، يقدروا ان هم فيه يعبروا عن نفسهم وفي نفس الوقت يكتشفوا حاجات جديدة عن نفسهم هم ما كانوش يعرفوها قبل كده. المشروع بتاعي اسمه مسرح حكاوي غنوي. بندرب الشباب من سن 10 لغاية 22 سنة على المسرح والحكي والغنى. كل العالم يعرفوا انه أسوان نوبة، كل الناس بص على أسوان ان هي نوبة وبس، فاحنا بنقول ان احنا 11 قبيلة، قبائل مختلفة بثقافات مختلفة، فاحنا حبينا ان احنا نقدم الثقافات بتاعتنا دي بعاداتنا وتقاليدنا للقبائل المختلفة من خلال الأطفال. يعني الستارت اب بتاعتي اسمها كوما ايدي، هي المسمى بتاعها نوبي، كوما في اللغة النوبية يعني حدوتة، وايدي يعني زمان. حدوتة زمان بدأت في الأول كمبادرة كانت تبع وزارة الشباب والرياضة، وبعدين في 2020 حولناها لشركة. يعني بنشتغل على إيه؟ بنشتغل على توثيق التراث داخل محافظة أسوان عن طريق الفن والرياضة والثقافة.